كنا بنيجي لوحده ولا بنلاقي دكاتره ولا بنلاقي ادويه. احنا دلوقتي بقينا نيجي نلاقي دكاتره في اي وقت بنكشف حتى لو بالليل. احنا بقينا نصرف ادويه عادي، ما بقاش في ادويه ناقصه زي الاول. احنا في محافظه بني سويف عندنا كتير من القرى الاكثر احتياجا ومحتاجه لتحسين جوده خدمات الصحه. كان بينقصنا التمويل اللازم لتحسين الخدمات، كان بينقصنا بعض القوى البشريه. احنا هنا في قريه الحكامنه التابعه لاداره بني سويف الصحيه، ولطبيعه المكان وطبيعه القريه ولان القريه من القرى الاكثر احتياجا، كان مهم توفير خدمه صحيه متكامله وبجوده وباستمراريه. وساعدنا كتير مشروع تحسين جودة الرعاية الصحية لتوفير القوى البشرية بالوحدات، أطباء تم التعاقد معاهم. أنا لاحظت إن التردد بتاع الناس زاد جداً على الوحدة من وقت ما تم تدريبنا على تحسين أداء الخدمة في المدرية. الخدمة متوفرة في الوحدة 24 ساعة. على مدار الشهر كان في أدوية بتبقى ناقصة، بس بعد تطبيق البرنامج بتاع تحسين جودة الرعاية الصحية الأدوية بقت متوفرة بالكميات الكافية. كمان المشروع وفر لنا جزء مهم جدا اللي هو جزئيه الصيانه. احنا لما كانت بتبوظ اجهزه كان ممكن ما نقدرش نصلحها، الحقيقه المشروع وفر لنا بنود قدرنا نصرف منها على صيانه الاجهزه والمعدات. الحقيقه مشروع تحسين جوده الخدمات الصحيه اللي بتعمله وزاره الصحه والسكان بالتعاون مع البنك الدولي بقرض طويل الأمد بيطبق في محافظات الصعيد الأولى بالرعاية واللي فيها نسب معدلات فقر واضحة جدا. التركيز في الحقيقة بيبقى في أربع محاور. أول محور هو البنية الأساسية، الأماكن أو مؤسسات تقديم الخدمة في تطويرها وصيانتها، والمحور الثاني هو توفير القوى البشرية، العمالة اللازمة بالكم والكيف المطلوب لضمان حسن معاملة المرضى وحسن تقديم الخدمة الصحية. يهدف مشروع تحسين جودة الخدمات الصحية إلى تحسين جودة الخدمات الصحية في القرى الأكثر فقراً في مصر، والبنك الدولي شريك رئيسي لخطة التنمية المستدامة في مصر من خلال التركيز على الهدفين الرئيسيين للبنك، وهو القضاء على الفقر وتعزيز الرخاء المشترك. كل ده بيحسن المنظومة، ودي مش بس محاولة لخمس محافظات الصعيد، دي تجربة هتعمم على كل الجمهورية إن شاء الله في حال نجاحها، وإحنا منتظرين إن إحنا نشوف تجاهد كل القطاعات مع بعض عشان نشوف مشروع ناجح نقدمه لمصر.